السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعيش الكثير من أنواع الحيوانات في العالم، وإلى الآن لا ندري ما عددهم. وبسبب توسع وزيادة حركة البشر والمدن، قد تجد نفسك واحد الحيوانات البرية جيرانا مع بعضكم البعض. وهناك من الحيوانات ما هي ضخمة جدا لدرجة أنك لا يمكن أن تراها كاملة بكلتا عينيك. نعم يا أصدقاء، اليوم سنتحدث عن أضخم الحيوانات من نوعها، جاينت بيسفيكل كونتوباس. لا تزال العديد من الأسرار مدفونة تحت البحر إلى الآن. لا يتوقف الناس عن الحديث عن حيوان ضخم رأوه في البحار، ومنهم من لا ينام ليلا. ومن هذه الحيوانات الأخطبوط. نعم يا سادة، هذا أكبر أخطبوط في العالم، واسمه مدون في كتاب جينيس للأرقام القياسية. يزن هذا الوحش 272 كيلوغرام، ويصل طول ذراعه إلى 9 أمتار. وهذا النوع من الأخطبوطات الضخمة يعيش في أعماق سحيقة، مما يجعله بعيدا عن النظر. هير جيلي. هذا الحيوان الرخوي الهلامي لا يملك رأسا أو جهازا هضمي، وهو غير معقد على الإطلاق، ويكون جسمه حوالي 95% من جسمه. هو سام جدا وشفاف. طول أطراف هذا النوع، أي طول اللواسع أو المجسات، أكثر من 4 أمتار. تعيش في أعماق سحيقة حوالي 3000 متر تحت سطح البحر، وغالبا ما تشكل أعدادا هائلة. غور. يعيش هذا الحيوان جنبا إلى جنب مع الفيلة، ووحيد القرن في الهند. طوله أكثر من 10 أقدام، ووزنه يصل 2000 كيلوغرام. وهذا الحيوان محارب جدير. الخبر السيء، ورغم حجمه وأنه يتسلل بدون أي صوت حتى يظهر أمامك فجأة، وهذه اللقطة المصورة تثبت خطورته، بحيث لم يسلم النهر الهندي منه. باتيف سكويرل. هذا الحيوان القارد الهندي تم العثور عليه على ارتفاعات تتراوح بين 180 و300 متر في الغابات. ويعد هذا السنجاب أطول سنجاب على الأرض، بطول 25 إلى 50 سنتيمتر، ووزن يتراوح من كيلوغرام 1.5 إلى 2 كيلوغرام، ونادرا ما يصل إلى 3 كيلوغرام. عموما طول ذيله أكبر من طول جسمه. جلايد فروغ. تخيل للحظة ساق ضفدع أكبر من يدك، وحجمه الكلي أكبر من قطة منزلية. ويعيش هذا الضفدع الكبير في أدغال الكاميرون الإفريقية، ويبلغ وزنه الكلي أكثر قليلا من 5 كيلوغرامات. رغم هذا ألا أنه خبير في التخفي. سالت واتر كروكودايل. تمساح المياه المالحة هو تمساح انتهازي، ويعرف أيضا بتمساح مصبات الأنهار، وهو أكبر أنواع التماسيح، ويقال أكبر الزواحف في العالم. يعيش في شمال استراليا وجنوب شرق آسيا إضافة للهند، ويصل حجمه إلى أكثر من 6 أمتار، ووزن يبلغ 2 طن، ونادرا ما تصل لهذا الحجم. وكما يدل اسمه، فهو يستطيع العيش في المياه المالحة والسفر في المحيطات لمسافات بعيدة لمدة 3 أسابيع كاملة. جرين أناكوندا. لابد وأنك سمعت أو رأيت الأناكوندا ذات 5.5 أمتار، ووزنها الذي فاق 200 كيلوغرام. هذه الأناكوندا وجدت في أدغال أمريكا الجنوبية، والشيء المثير في الأمر هو أنها إذا ابتلعت حيوانا وتعرضت للانزعاج ستتقيأه لأجل أن تتحرك أسرع. كومودو دراغون. تنين كومودو هو أكبر التنانين في العالم، ولذا سمي بالتنين. ويعيش كومودو في أيسلندا فقط. متوسط طوله 3 أمتار، ووزنه 70 إلى 80 كيلوغرام. تخيل معي الفرق بين الزاحفين الوزغ الذي يعيش في المنازل وتنين كومودو. لكن بسبب قلة الطعام المتوفر في أيسلندا يضطر للسفر لمسافات طويلة. ويل شارك. في عمق المحيطات نجد قرش الحوت الذي يوالن الحوت الأزرق، وليس حوتا لأنه ولود. ويعتبر القرش الحوت أكبر سمكة في العالم، ولأنه يفضل الأعماق التي لا يمكننا الوصول إليها، فنحن البشر ليس لدينا الكثير من المعلومات عنه. متوسط طوله 12 متر، ووزنه 20 طن. والأمر الجميل أنه ليس خطيرا على البشر،
بحيث يمكنك لمسه والسباحة معه والركوب على ظهره. ليس هذا فقط، وحتى يمكنك توجيهه. هايبريد بايسون. البايس القوقازي هو شبيه الأمريكي لكن أكبر حجما منه. يعيش فقط في أوروبا ويصل ارتفاعه بسهولة إلى مترين وطول يزيد ببعض الأحيان عن 3.5 أمتار. أما وزنه حوالي 1400 كيلوغرام. في القرن الماضي أنشئ مركز للعناية بهذا النوع في أوروبا. إذا أردت مشاهدتها فعليك الذهاب إلى محمية القوقاز الوطنية.